أهلا بكم من جديد. أجلت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 11 من الشهر الجاري على أن تجرى في شهر آب المقبل وفق بيان نشرته الإدارة. وقالت الإدارة الذاتية إن تأجيل الانتخابات جاء على خلفية مطالب بعض الأحزاب السياسية المشاركة في العملية، ويأتي قرار الإدارة بعد موجة من الانتقادات والرفض لقرار إجرائها انتخابات محلية وتهديد تركي بالتدخل العسكري في حال إجرائها. لم تكن الأحلام وردية التي بنيت على مدار الشهور الماضية وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة حول ديمقراطية الإدارة الذاتية وأذرعها في شمال شرق سوريا، التي قررت اليوم إرجاء الانتخابات المحلية لشهرين بعد أن كانت مقررة الأسبوع المقبل. وليس غريبا عملية التأجيل بعد وصول الضغط إلى منتهاه مع التهديد الجدي والحاسم الذي صدر من أنقرة، والذي قد يمهد لاجتياح واسع لشمال شرقي سوريا. وهي رغبة تركية خالصة وبحاجة لخطأ أقل من سوية بناء منظومة منفصلة عن سوريا، فكيف بالاقتراب من ذلك الأمر؟ تقلب الإدارة الذاتية أوراقها هذه المرة وحيدة بعد الاعتراضات المتصاعدة من الحلفاء قبل الأعداء، فتكرر الإدارة الأميركية رفضها للتحركات الكردية وترى فيها خطوة من المبكر جدا حتى الحديث عنها، وبحاجة لتطورات على مختلف الصعد. وإن كان الأمر قد يصنف تحت بند تخفيف الغضب التركي الذي لا تجد واشنطن بدا من احترامه، التجربة الديمقراطية التي تنوي الإدارة الذاتية الترويج لها لا تخرج عن محاولة إلباس هيكلية مبنية بشكل عرقي وبنزعة انفصالية للديمقراطية المنتقاة بعناية، بحيث لا يؤثر على البنيان التقسيمي لسوريا. وقد تكون تجربة إقليم كردستان العراق تثير شهوات العوام، ويستطيع حزب العمال الكردستاني المشرف على إدارة المشهد كاملا في مناطق شرقي الفرات على جميع المستويات، وبات بحاجة لشرعية محلية تمهد للولوج إلى سوية أعلى. أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو محمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية، وانضم إلينا أيضا الباحث في مركز أبعاد للدراسات فراس فحام. أهلا بك سيد فراس. ومن بروكسل انضم إلينا أيضا الكاتب والمحلل السياسي زوار العمر. أبدأ معك سيد زوار، هل خشيت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من التهديدات التركية وبالتالي انعكس هذا على الاجتماعات أو على الانتخابات؟ أولا مساء الخير لك ولضيوف الكرام. أعتقد أن هناك جملة من الشروط والظروف حالت دون استكمال هذه العملية أو هذا الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد كما كان مصرحا به في 11 من الشهر الحالي، أسباب داخلية وأسباب إقليمية وأسباب دولية. إذا حصلت على الوقت الكافي لشرح بعض جوانب هذه سريعا تفضل. فأنا أقول كان هناك اعتراضات كثيرة من الداخل في داخل الإدارة الذاتية من القوى المتحالفة مع الإدارة الذاتية ومع القوى المعارضة لها على إجراء هذه الانتخابات، وبالأخص في هذا التوقيت حيث تشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والظروف العامة التي تمر بها سوريا كلها داخليا لا تسمح بتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وفق الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا. هناك من الناحية الإقليمية التهديدات التركية التي دائما تؤخذ على محمل الجد، خصوصا بعد أن قامت تركيا في فترات سابقة باحتلال مناطق كانت تابعة للإدارة الذاتية، وبالتأكيد الإدارة الذاتية تأخذ كل تهديد تركي جديد بعين الاعتبار وبالجدية. وأخيرا وليس آخرا كما تعرفون كان هناك موقف أمريكي واضحا لم يكن مشجعا أو لم يكن متعاطفا مع السعي الإدارة الذاتية لإجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن.
طيب أنتقل إلى سيد فراس، يعني تعليقك على كلام ضيفي بالبداية وبعض أيضا الضيوف الذين يعني يتبنون فكرة الإدارة الذاتية يقولون أنها انتخابات شكلية وروتينية وتحصل بشكل دائم، لماذا هذه المرة كل هذا التسليط الإعلامي على هذه الانتخابات بالذات؟ مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. يعني باعتقادي أن قصد هي فهمت أن الحالة السورية دخلت بما يشبه الجمود وحاولت أن تعزز فكرة فرض الأمر الواقع على غرار ما فعلت سابقا عندما أسست قوات سوريا الديمقراطية ثم مجلس سوريا الديمقراطية، والآن تريد أن تجري انتخابات لتقدم نموذج من الناحية السياسية والإعلامية، لتقدم نموذج حكم منتخب، وبالتالي هو خطوة إضافية أو خطوة يعني هو خطوة إضافية باتجاه عملية تعزيز الاستقلال. لربما قدرت بأن الأطراف الدولية مشغولة فيما يجري في غزة، مشغولة في العراق، مشغولة في أماكن أخرى، وبالتالي هي يعني رغبت أن تتخذ مثل هذه الخطوة حتى تعزز من حضورها في الملف السوري، وبالتالي تفرض نفسها كأمر واقع، خاصة نحن نعلم أن الجهات الدولية الفاعلة وعلى رأسها تركيا الفاعلة في الملف السوري رفضت حتى مجرد دخول قسد في اللجنة الدستورية أو في أي هيكل رسمي تابع للمعارضة بسبب الامتدادات والتشابكات مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي. ما حصل بأن التوقيت الذي تم اختياره هو توقيت خاطئ بامتياز، لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليست معنية بمزيد من المشاكل مع دول الإقليم. لربما نستطيع القول أن اليوم واشنطن هي لديها هواجس من خسارة المزيد من الحلفاء في الإقليم، خاصة مع النشاط الروسي الكبير وتعزيز علاقات روسيا مع الكثير من الدول الإقليمية، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية دعم مثل هذه الخطوة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، روسيا المشتبكة مع الغرب في أوكرانيا أيضا هي مهتمة بالموقف التركي ولا تريد إغضاب تركيا، ولذلك لم تمنح الغطاء لقسد في خطوتها هذه، على الرغم من أن يعني هناك علاقة جيدة بين روسيا وقسد، وهناك قنوات اتصال وهناك تنسيق حتى على الدوريات المشتركة التي تتم في شمال شرق سوريا. لوحت تركيا جديا في عملية عسكرية، قد لا تكون هذه العملية العسكرية هي اجتياح بري واسع، لكن قسد اختبرت العمليات الأمنية التركية المركزة التي استهدفت البنية التحتية واستهدفت كوادر وقيادات في الإدارة الذاتية، ولم تتوقف هذه العمليات إلا عندما توسطت الولايات المتحدة الأمريكية وتعهدت بإعادة إحياء المسار السياسي على أمل إيجاد حل لهذه المسألة. وبالتالي التوقيت الذي تم اختياره هو توقيت خاطئ بامتياز. الدول اليوم يعني نحن نشاهد على الساحة الدولية عموما، الدول اليوم تحاول أن تعيد صياغة العلاقات فيما بينها مع تراجع لحضور أو مع تراجع تأثير التنظيمات ما دون الدولة. سيد محمود، نتحدث الآن إذن عن الأصوات الإقليمية، سواء أمريكا، تركيا وحتى النظام والمعارضة، كلهم اليوم تحدثوا عن هذه الانتخابات وعن عدم رضا عن هذه الانتخابات، لكن تأجيل الانتخابات شهرين إضافيين، هل سيخمد غضب الأتراك؟ لا بالتأكيد، لأنه هناك هاجس اليوم تعزز بشكل أكبر لدى السياسة التركية في سوريا من فكرة الانفصال أو مشروع الانفصال في شمال سوريا. وأعتقد أنه اليوم جرأة الوحدات الكردية في مضي قدما بإجراء الانتخابات، هم لم يتحدثوا عن إلغاء الانتخابات، تحدثنا عن تأجيل الانتخابات يعني خلال في أغسطس آب ربما الموعد الجديد كما فهمنا من البيان الإدارة الذاتية. وبالتالي لا، الأتراك يتعاطون بشكل جدي مع مخاطر تعزز المشروع الانفصالي في شمال سوريا. وأعتقد أن الرسائل الحازمة التي أرسلتها أنقرة خلال الأيام والأسابيع الماضية إلى واشنطن على وجه الخصوص، وكان هناك اجتماع بين وزيري الخارجية الأمريكي والتركي، بالتأكيد هذه القضية كانت حاضرة على طاولة النقاش، وكان الأتراك واضحون في حال مضت الوحدات الكردية قدما في إجراء هذه الانتخابات، فإن تركيا ربما تقوم بردة فعل عسكرية قوية تجاه هذه الخطوة. وبالتالي أعتقد أنه الأمريكيين حاولوا جس نبض تركيا بداية. يعني هناك مسألة لا يمكن فهمها حقيقة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية خرجت وعارضت الانتخابات أو خطوة الانتخابات.
يعني وكمراقبين نحن لا يمكن أن نتصور أن الإدارة الذاتية يمكن أن تذهب باتجاه خطوة ستؤدي إلى ردة فعل كبيرة من جانب قوى إقليمية مثل تركيا من دون أن يكون هناك موقف أمريكي أو دعم أمريكي أو تفهم أمريكي دعنا نقول. وبالتالي أنا أعتقد أنه خطوة الإعلان على الانتخابات كانت محاولة لجص نبض تركيا في جانب أساسي. لكن أنا أقول حتى يعني في مشاركة سابقة معكم قلت أنه ليس من الحكمة أن تختبر عزيمة تركيا وجديتها في التدخل العسكري في سوريا. منذ عام 2016 شنت تركيا 4 عمليات عسكرية، 3 من هذه العمليات كانت مصممة لتقويض المشروع الانفصالي الكردي، وكانت هناك اعتراضات أمريكية وروسية وإيرانية على هذه العمليات. رغم ذلك مضت تركيا في شن هذه العمليات وفرضت أمر واقع، وبعد فرض الأمر الواقع ذهبت للتفاوض مع الأطراف الفاعلة في هذه المسألة. وبالتالي ما أريد أن أقوله بأنه رغم العقبات الموجودة اليوم التي لا تزال تمنع تركيا من القيام بعملية عسكرية جديدة في سوريا، إلا أنه لا يجب أن ينظر إلى أن هذه العقبات ستستمر عندما تشعر تركيا بأن مخاطر كبيرة تهدد وحدة الأراضي السورية. وهذا يعني كان واضح من خلال رسالة المسؤولين الأتراك خلال الأيام الماضية. أنا أعتقد بخلاصة أن تركيا اليوم تأخذ مخاطر تفكك سوريا على محمل الجد، وتحركاته إن في سوريا أو حتى في العراق بالمناسبة هي جزء من استراتيجية تقويه قدره المشروع او الحاله الانفصاليه الكرديه. تحدثنا قبل قليل عن الحديث اصلا التركي بعمليه عسكريه في شمال العراق والرضا العراقي عن هذا الموضوع. اسمح لي ان اعود مجددا لضيفي من بروكسل. سيد زوار، قلت قبل قليل انتخابات حره وديمقراطيه ووصفتها بكل هذه التفاصيل، لكن ماذا عن الرفض الداخلي الذي كان لهذه الانتخابات؟ يعني ليست فقط الدول الخارجية أو النظام أو غيره هو الذي رفض، حتى داخليا كان هناك رفض لهذه الانتخابات، وقيل أنها اليوم تمارس بطريقة قمعية، يوزعون البطاقات بشكل يعني تعسفي وقمعي، ويقولون للناس لا تستطيعون أخذ مستحقاتكم من المواد الرئيسية كالخبز والأرز والسكر إلا بالانتخاب والتوجه لصناديق الاقتراع. شوف يا سيدتي، يجب أنا أعتقد مع احترامي لمداخلة الضيوف الكرام، يعني يجب أن نفصل بين شيئين أساسيين. أولا أنا لم أقل أن هذه الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وديمقراطية وتستوفي الشروط الدولية. أنا قلت أن الظروف الحالية في سوريا وفي منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لا توفر الأجواء المناسبة لتحقيق انتخابات من هذا الشكل. وبعد شهرين هل ستتحقق هذه الظروف؟ وهو المطلوب. هذا من جهة ثانية، أنه نحن نعيش في منطقة الإدارة الذاتية، هناك نوع من الهامش من الحريات، هامش الديمقراطي، بحيث هناك قوى سياسية معارضة للحزب الاتحاد الديمقراطي، معارضة للإدارة الذاتية، لها مكاتب ومؤسسات ومقرات في منطقة الإدارة الذاتية ومنضوية في الائتلاف الوطني السوري التي متحالفة مع تركيا والتي تعمل ليلا نهارا من أجل تقويض ومحق التطلعات الكردية في حالة إدارة ذاتية في سوريا، من دون أن يشكل أي انفصال، من دون أن يشكل أي خطر على وحدة وسيادة الأراضي السورية. أنا أستطيع أن أؤكد من هذا المنبر كذب، ويعني كل الأقاويل والأحاديث التي تتحدث عن وجود مشروع انفصالي كردي. الحركة الكردية منذ أن تأسست في عام 1957 وإلى الآن لم يطالب أي حزب كردي بانفصال المناطق الكردية عن سوريا أو تشكيل كيان مستقل عن الأراضي السورية. كانت دائما مطالب الحركة الوطنية التحررية الكردية في سوريا تتمثل في تحقيق الديمقراطية في سوريا وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكردي في سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية وضمان وسلامة سيادتها. هذا شيء مؤكد ولا يمكن لأحد أن يأتي بأي مستند أو أي وثيقة يؤكد عكس هذا السعي الكردي الدائم. هذا من جهة. الجهة الثانية
دعنا نتحدث بصراحة، نحن في النهاية نتحدث عن انتخابات بلدية، وهذه الانتخابات البلدية هي بالأخير من أجل تقديم الخدمات وتحسين ظروف الناس ومعيشتهم في المناطق التابعة للإدارة الذاتية. نحن لا نتحدث عن انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية أو للاستفتاء على دستور خاص بهذه المنطقة حتى نظن أنه هناك سعي للانفصال عن سوريا. هناك قوى سياسية تعيش حالة من المعارضة الحقيقية في داخل الإدارة، المناطق الإدارة الذاتية، رغم أنها منضوية في الائتلاف الوطني السوري وتعبر عن موقفها وتنظم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، سواء بالنسبة للانتخابات أو سواء بأمور متعلقة بالجانب الاقتصادي. وهذه الأصوات قد تشكل أحيانا يعني ضغطا مهما إلى جانب مواقف القوى السياسية عموما، وحتى القوى السياسية المؤيدة للإدارة، حتى القوى السياسية المؤيدة للإدارة الذاتية تحفظت حقيقة على الانتخابات في هذا التوقيت في هذه المرحلة، معتقدة أن هناك ما هو أهم من هذه من إجراء الانتخابات في سوريا. الحالة الديمقراطية أو حالة الإجراء الانتخابات أنا أؤكد لا تشكل أولوية في الوقت الحاضر، لا في منطقة الإدارة الذاتية ولا في أي منطقة في سوريا. طيب. وإنما تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين المستلزمات المعيشة الأساسية في هذه المناطق هي تشكل الأولوية للمواطنين السوريين، سواء كانوا كردا أو عربا أو من باقي المكونات الوطنية السورية الأخرى، لأن البلد باختصار تعيش ما زال تعيش في حالة حرب وعدم استقرار وأمان وبحاجة يعني إلى نعم سياسي. أنت تتحدث عن نقطة، نعم سيد زيور، هي نقطة مهمة وتحدثنا عنها بحلقات سابقة. بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الانتهاكات التي تقوم بها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية هي تشكل رقم 2 بعد النظام السوري بالنسبة لما يقومون به من انتهاكات في المنطقة، وبالتالي كلامك يعني واضح. أؤكد لك أؤكد لك بحسب كل المنظمات الدولية أفضل منطقة تعيش حالة من التعددية ومن الاستقرار ومن الأمان ومن السلم الأهلي في سوريا هي منطقة الإدارة الذاتية، وما دونها تعيش حالة الجحيم الكامل. طيب كيف ترد على هذا الكلام سيد فيرس؟ يعني كما قلت لك في البداية هذه وجهة نظر أمريكا كذلك، المنطقة اليوم هي منتعشة بالنسبة لباقي المناطق. يعني الآن يجب أن نجري مسابقة من هي المنطقة الأفضل في سوريا، منطقة هيئة تحرير الشام أم منطقة قصر، لأن الطرفين يقولان أنها المنطقة الأفضل بسوريا على الرغم من الانتهاكات الواسعة فيها. ويعني يكفي من استعراض الانتهاكات أو يكفي فقط الإشارة إلى أن هناك سيطرة على أراضي لسكان عرب، وهناك تجريف للسكان، هناك مئات الآلاف من النازحين أو اللاجئين إن صح التوصيف من العرب، من المكون العربي، خرجوا من مناطق شمال شرق سوريا ويقيمون في أورفا وغيرها من المدن التركية لأنهم غير قادرين على العودة. ونحن نعرف أن هناك نظام الكفيل لمن يريد أن يدخل لمناطق الإدارة الذاتية، وكلام يعني كثير قيل. فأعتقد أن هذا جزء من البروباغندا الإعلامية بعيد عن المنطق والواقع. أنا لا أعتقد أن الانتخابات الحالية هي انتخابات بلدية فقط، وإنما هي لها مدلول سياسي. نحن نعلم أن في كثير من الدول الانتخابات البلدية ومن يسيطر على الخدمات للناس ومن يقدم نفسه على أنه منتخب من الناس هو إنما يقوم بعملية استفتاء على شرعيته، وبالتالي كأنما قصد تريد أن تقول بأنها هي سلطة محلية برضا السكان المحليين، وبالتالي تريد توريط أكبر قدر ممكن من السكان المحليين في عملية المواجهة مع أي تدخل كان أو أي عمل عسكري أو أي هجمات ضد هذه المنطقة. النقطة المهمة التي يجب الإشارة لها بأن يعني نحن نعرف أن هناك انقسام كردي، حتى الولايات المتحدة الأمريكية جزء من الأسباب التي دفعتها لترفض مثل هذا الإجراء هو الانقسام الكردي بين المجلس الوطني، أو حتى الانتهاكات التي يتعرض لها المجلس الوطني الكردي والتضييق على نشاطه السياسي في مناطق شمال شرق سوريا. وبالمناسبة هذا الانقسام له امتدادات وتشعبات حتى في داخل العراق، إقليم شمال العراق منقسم بين أربيل وبين السليمانية، طالباني وبرزاني، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن إيجاد حل لهذا الانقسام. وهذا الانقسام يعني تقريبا بصورة مكررة موجود في الحالة السورية.
يعني ما هي الانتخابات التي ستحصل في هذه المنطقة؟ وبالأصل هناك أكراد أو مكون كردي أو مكون كردي سوري لا يتمتع بحقوقه السياسية. نتابع بشكل مستمر الهجمات على مكاتب الأحزاب التابعة للمجلس الوطني الكردي، اتهامات لهذا المجلس بأنه عميل لدول الخارج على الرغم أن هناك علاقة للإدارة الذاتية وقصد مع دول أخرى وهي مرعية أصلا من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن السيد زوار قال أن المكاتب المعارضة للإدارة الذاتية موجودة وتقوم يعني بعملها في مناطق يعني هي عملية يعني هي عملية إدارة للمشهد. هي يعني هي إيجاد هذه المكاتب وعملها بالحد الأدنى من أجل تقديم صورة كوزماتيك إن صح التعبير، صورة تجميلية لعملية الممارسات التي تتم من قبل الإدارة الذاتية. لكن حقيقة الأمر المسيطر على الأمن والمسيطر على القوة العسكرية هو مكون واحد ومكون محدد. ودائما عندما يكون هناك توتر في العلاقة أو أي مواقف فيها تباين بين قسد والمجلس الوطني الكردي يتم حرق مكاتب المجلس، ولم يتم تخفيف الانتهاكات ضد المجلس والمكون الكردي الموالي للمجلس الوطني الكردي إلا بعد تدخل خارجي من الولايات المتحدة الأمريكية وضغوطات. ورغم ذلك إلى هذا اليوم لا يوجد، يعني المطلب الأمريكي هو حصول تفاهم بين المجلس الوطني الكردي وقسد. إلى اليوم على الرغم من الضغوطات الأمريكية لا يوجد قبول من قسد لهذه الفكرة، لا يوجد موافقة على عودة مقاتلين من البشمرجة السورية موجودين في شمال العراق، عودتهم إلى مناطقهم. هم سوريين، هم مشقون عن النظام أو هم مناهضون للنظام ولكن من المكون الكردي. بكونك تحدثت عن نقطة النظام قبل أن يعني ينتهي وقتنا، أريد أن أعود لسيد زوار بهذه النقطة. كان هناك حديث بأسبوعين فائتين عن وسربت بعض التفاصيل لموقع تلفزيون سوريا عن حوار أو حديث بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ووضع كذلك بعض المراكز الاقتراع للنظام في مناطق الإدارة الذاتية. وأنت تقول، قلت قبل قليل، أنه هي لا ترضى إلا بالعمل الديمقراطي، وهي منطقة اليوم فيها مكونات مختلفة وليس لها أي ارتباطات لا بالمعارضة ولا بالنظام. يا سيدتي خلينا يعني أنتهز هذه الفرصة لأنه منذ زمن طويل لم أخرج للأعلام لأؤكد لضيفك الكريم أن هناك ثلاث مكونات أساسية اليوم في شمال شرق سوريا تمارس حياتها اليومية بشكل اعتيادي جدا، ولها مدارسها ولها مراكزها الثقافية ولها قواها السياسية ومشاركة في العملية السياسية. هناك أكثر من 60% من قوات سوريا الديمقراطية من أخواننا من المكون العربي. مناطق الدير الزور والرقة هي مناطق عربية صرفة، ومن يدير شؤون هذه المنطقة هم أبناء هذه المنطقة من العرب. مدينة قامشلي التي يعتبرها الأكراد عاصمتهم في مناطق عاصمة المنطقة الكردية في سوريا، أصبح تواجد الأخوة العرب فيها يفوق التواجد الكرد بأضعاف. أتحدى السيد العزيز عندما هاجمت تركيا مناطق عفرين وتل أبيض ورأس العين، ذهب شرد الأكراد في محافظة الحسكة وفي باقي البلدات الكردية، ولم يجد الكرديون فرصة للذهاب إلى باب ولا أعزاز ولا جرابلس أو إلى مناطق أخرى سواء التابعة للنظام السوري أو التابعة للمعارضة التابعة لتركيا، وإنما ذهبت إلى المناطق الكردية. أما الأخوة المواطنين العرب في دير الزور وفي الرقة وفي الحسكة وفي الشام وفي حلب وجدوا الملاذ الآمن مع أخوتهم الكرد والمسيحيين والعرب المتواجدين في المنطقة، ووجدوا نوع من الأهل من السلم الأهلي الذي يسمح بالبحث عن فرصة حياة جديدة. هذه ليست بروبوغندا، هذه واقع ومعطيات حقيقية بعيدة عن الأجهزة التي رصدتها ويعني صوبتها تركيا لبث الأكاذيب حول هذه المنطقة. المجلس الوطني الكردي منضوي في الائتلاف الوطني السوري، هل مسموح للمجلس الوطني الكردي أن يفتح مقرات لأحزابه في منطقة عفرين؟ اسألي ضيفك الكريم، هل مسموح له أن يفتح مقرات له في أعزاز وجرابلس والباب؟ بينما هذه الأحزاب رغم بعض الانتهاكات ورغم بعض التجاوزات طيب لها مقرات وأحزاب وتعقد مؤتمراتها يعني انتهى وقتنا، اسمح لي أن يجيب. أنت سألت سؤال،
لا أريد أن أجيب ضيفي سيجيب. أنا أقول هامش، أنا لا طيب. أقول أن هناك بارادايس أو جنة في منطقة شمال شرقية. الانتهاكات من الطرفين سيد زوار، يعني هذا ما حاولت يعني أن أوصله لك بالمداخلة الأولى. نقطة سريعة قبل أن أنتهي مع سيد محمود، جواب سريع على كلام. طبعا يعني هو أجاب على نفسه، يقول بأن المجلس الوطني الكردي هو جزء من الائتلاف، وهل يستطيع المجلس أن يفتح مقر في عزاز؟ الائتلاف أصلا له مقر في عزاز وغيرها من المناطق شمال سوريا. لا أريد أن أدخل في سردية الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك، لكن معروف أن قيادات كردية تدخل إلى المنطقة، ومؤخرا بدأت عمليات حتى إعادة الممتلكات، إخراج النازحين من مناطق أخرى من عفرين، وإعادة الممتلكات السكانية الرئيسية. دقيقة أخيرة سيد محمود، كان لديك مداخل. نعم، يعني الإشكالية في مسألة الإدارة الذاتية الكردية، هو نحن لا نتحدث عن ولايات أمريكية، أي من الولايات فيها مستوى من الحرية ومن الأمن ومن الممارسة الديمقراطية، نتحدث عن إدارة بأسوأ يعني. نتحدث عن إدارة ذاتية تم إعلانها من طرف واحد في عام 2013، استغلت الوحدات الكردية الحرب في سوريا من أجل إعلان الإدارة الذاتية بشكل أحادي. نتحدث عن إدارة ذاتية تتحدى تناقض قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي يدعو إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. نتحدث عن انتخابات يتم إجراؤها أو تخطط الوحدات الكردية لإجرائها بمعزل عن رأي مكونات السورية الأخرى فيها. لو تسمع، لأنه هي حقيقة نقطة مهمة جدا. الأمر الأكثر أهمية أنه اليوم الحالة الكردية السورية، اليوم كلنا نعرف مدى هيمنة حزب العمال الكردستاني على وحدات حماية الشعب الكردي والارتباط بين الطرفين. شكرا جزيلا لك سيد محمود علوش، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في الاستوديو مع ضيفي فراس سفحام، الباحث في مركز أبعاد للدراسات. شكرا لضيفي من بروكسل زوار العمر، كاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم، إلى هنا تنتهي محاورنا، إلى اللقاء.